برحب بحضراتكم مرة تاني. وسوق السيارات دلوقتي العالم كله بيتجه نحو العربيات اللي بتعمل بالكهرباء، لأن هي الحقيقة صديقة للبيئة وهي يعني المستقبل كله. لكن إحنا في مصر لسه الموضوع مش منتشر عندنا بقدر كبير، ولكن في بالفعل عربيات بتعمل بالكهرباء. هنتكلم بالتفاصيل أكتر عن واصلين لفين في هذا الموضوع، أولا من جهة التصنيع، وثانيا من جهة كمان دخول هذا النوع من العربيات، وإن كان البعض منها مصنع في الخارج، ونطمن بصفة عامة كده على سوق السيارات. بشرفنا يكون موجود معانا المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. دلوقتي العربيات الكهرباء العالم كله بيتجه نحوها، وبدأت تنتشر بشكل كبير قوي في العديد من الدول، لكن عندنا في مصر يعني بنلمحها كده كل فين وفين، نشاور نقول دي عربية كهرباء. حجم وجودها عندنا إيه في السوق المصري؟ مازال وجود السيارات الكهربائية ضعيف جدا. بيرجع ده لعدة أمور، أهمها القرارات اللي محتاجة، اللي احنا على مدار عشرات من الحلقات بنقول يا جماعة في قرارات لازم تتراجع مرة تانية. في 2021 كان في مبادرة تولاها فخامة الرئيس للسيارات الكهربائية وإحلال السيارات التي تعمل بالغاز. تمام. وكان في مشروع ان احنا نعمل مصنع سيارات كهربائية، كنا هنصنع العربية نصر E70. بناء عليه تم إلغاء دخول السيارات الكهربائية المستعملة التي سبق على إنتاجها 3 سنوات. الكلام ده كان إمتى طيب سيادة؟ 2021. نتنبه لخطورة هذا القرار، ودايما إن إحنا بندي إنذار قبل منها واللي هيحصل. إحنا لما لغينا القرار ده ولغينا دخول السيارات الكهربائية، ده كان خطأ جسيم. ليه خطأ جسيم؟ لأن النهاردة حضرتك المرء يهاب ما يجهله. المرء يهاب ما يجهله. صحيح. حضرتك مش عارفة حاجة عن منتج معين، انك تجربيه او تحطي فلوس فيه ورقم مش بسيط، ده شيء مش سهل. فحضرتك النهاردة عربيتك البنزين اللي عارفة انك هتروحي محطة البنزين وتدوري وتمشي، انت عارفاها. لكن عربية ما انتش عارفة بقى هتشحنيها ازاي، وهتحط السلك والتنجر، وهتمشي بيك هتعطل ولا مش هتعطل، فهتبقي قلقانة. لما تتجربي في براند عالمي، تجيبي مثلا ماركة ألمانية زي مرسيدس أو بي إم، أو ماركة مثلا زي فولكس فاجن، أو أي ماركة من العلامات التي تحمل الريادة في صناعة السيارات، ليها ثقة لها زي ما حضرتك تفضلتي، وتجربي فيها، أكيد أنت هتحس بالأمان أنك أنت بتاخدي تجربة أكيد أنها ناجحة. فالنهارده لما مازال سعر السيارات الكهربائية على مستوى العالم مازال عالي، فلما نسمح بدخول سيارات مستعملة 3 سنين فقط، فبندي فرصة للناس تحصل على سيارة كهربائية بسعر مناسب، وفي نفس الوقت معدش على إنتاجها فترة كبيرة، وفي نفس الوقت ماركة لها ثقلها. يعني دي وجهة نظركم كتجار سيارات، إن احنا نمهد للمستهلك المصري بالبراندات أو الماركات العالمية، لكن الدولة كان ليها وجهة نظر أخرى، إن احنا نستغل فرصة إن هذا منتج لأول مرة بيظهر في السوق المصري، فإحنا نخليه منتج مصري. كان في توجه فندم، وده موجود في العالم كله، هو إيه؟ نشر ثقافة السيارات الكهربائية. لازم تنشري هذه الثقافة. صحيح. عشان تستوعبيها وانا استوعبها وانت تستوعبها ونقرأ عنها، واسألك انت جربتي فتقولي انا جربت العربية مثلا ماركة كذا وفعلا لقيتها جيدة، فتبدأ الثقافة تنتشر. لكن لو ما انتشرتش الثقافة دي، اللي هيحصل حضرتك هتبقي قلقانة وانا هبقى قلقان ومش هنجرب. الكلام ده احنا كان عندنا مصنع مزمع انشاؤه وده ما حصلش، يبقى بناء على القرارات اللي تم اتخاذها. يعني احنا لو من 2021 21 و22 و23 بيتم السماح باستيراد السيارات الكهربائيه ودخلت مصر، وحضرتك جربتي وانا جربت وده جربت وده جربت، هتبقى منظومه شبكه عماله تزيد تزيد تزيد، وده اللي بيحصل بره. احنا ليه 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 الموضوع عندنا لازم يبقى متاخر شويه، مع ان بقى ايه يعني لما حضرتك تخشي وتدوري على اهميه السيارات الكهربائيه، هتلاقي انت عندك حاجه كده نقول عظمه من الاستفادة على الدولة وعلى المواطن، ودي نقطة مهمة جدا. السيارة الكهربائية دي سيارة تقريبا نسبة الصيانة فيها بالنسبة للسيارة العادية اللي انت بتركبيها انا بركبها 1:10. ياه. صدقيني. ليه اللي بيخليها ما فيهاش صيانة خالص؟ لان تكاد تكون معدمة. تكاد تكون معدمة، لأن العربية ديت المحرك بتاعها، يعني شوف المحرك اللي بيعمل بالحرق ده متكون من كام 1000 جزء.
السيارة نفسها كتوتال مكونة من 22,000 جزء، السيارة كلها من مسمار لأي سيارة، السيارات اللي هي تعمل بالحرق يعني. السيارات الكهربائية أقل من كده بكتير قوي، المحرك بتاعها أبسط من كده. بصي شفتي العربية الكهرباء الجولف كار أو العربية اللي في الملاهي، هي بالظبط دواسة بنزين ودواسة فرامل وموتور، ما بتسمعلوش صوت، ما فيش مشكلة في العفشة، ما فيش مشكلة في الجير بوكس، ما فيش الميكانيكا الخاصة بالعربية مختلفة، بسيطة تماما، تكنولوجيا بسيط تماما وجميل جدا. هي التكنولوجيا في العربيات دي في البطارية، كل ما كانت البطارية متقدمة في التكنولوجيا بتاعتها وبيحصل تطور مذهل دلوقتي يعني، خد بالك كل سنة بتفرق سنة عن سنة في تطوير البطارية بصورة لا تتخيليها. يعني ليه النهاردة كانت البطاريات الأول اللي بتمشي 100 كيلو وبعد كده 200 كيلو 300 كيلو 400 كيلو، احنا داخلين على بطارية في الشحنة بتمشي مليون كيلو. طيب احنا عايزين نوضح بقى، عندنا دلوقتي في السوق المصري ايه البراندات أو الماركات اللي بدأت تدخل بالفعل وحجم وجودها قد ايه؟ يعني في طبعا كذا، طبعا يعني في 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 مرسيدس ليها عده طرازات نازله في مصر، في تسلا ليها عده طرازات نازله في مصر، ولكن دي طرازات بتخاطب فئه معينه. ولكن اللي انا اقول ان هي فعلا اللي انا شايفها خلال السنتين الاخيره دول يعني ماركتين عاملين شغل كويس قوي، وماركتين يعني يعني عاملين يعني انتشار مش وحش، بي واي دي في السيارات الكهربائية، والبطارية البي واي دي دي بطارية اسطورة. بي واي دي عاملة سيارة كهربائية وبطاريتها وفي مصنع شاحنات تم التعاقد عليه في المغرب بيصنع الشاحنات الكبيرة بي واي دي سنة 2018. فبي واي دي في حتة البطاريات دي عاملة شغل كويس قوي. طيب. برضو الاي دي 4 من الفولكس فاجن في ليها عدة طرازات، يمكن 6 طرازات، عاملين شغل كويس قوي. وميزة العربيتين دول تحديدا، طبعا في ماركات تانية ولكن العربيتين دول تحديدا يعني اشوف سعرهم مع الـ 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 المساحة اللي بتمشيها في الشحنة الواحدة، مع العمر الافتراضي للبطارية، مع حجم وديزاين العربية، اعتقد ان هي تكون مرضية جدا جدا. لان النهاردة العربية اللي عندنا في مصر بمليون ونص دي بقت يعني مش ما بقتش حاجة تخوف يعني. احنا مش محتاجين نتكلم على الاسعار، لان احنا لو هنتكلم على الاسعار هنقول كلام مختلف خالص يا المستشار. طيب احنا عايزين بس نسأل على السيارات الكهربائية. حضرتك بتقول ان مرسيدس او بي ام دبليو اللي بيشتغلوا بالكهرباء بيخاطبوا فئة معينة، اسعارهم واصلة لكام؟ طيب يعني من 4 مليون وفوق. من 4 مليون وفوق. 4 مليون. لكن الفئتين اللي انا قلت لك عليهم التانيين او الماركتين اللي انا قلت لك عليهم التانيين يعني بنتكلم اقل من كده بكتير يعني. النهارده يعني النهارده مثلا على سبيل المثال، انا عارف البرنامج بتاعكم بنقدر نقول ماركات، هي طبعا ليست على سبيل الدعايه، فالنهارده لما العربيه السبورتاج النهارده وصلت 2 مليون وكسر. العربيه الكودياك النهارده في طرازات منها وصلت ل 3 مليون. فبقى رقم مليون ونص واتنين مليون في العربيات دي بقى رقم عادي، بقى رقم عادي. يعني البي واي دي واصله لمليون ونص؟ لا لا، في ما انا بقول لك في عده طرازات يعني. ما تقدريش تقولي طراز معين يعني، يعني في كذا طراز. أيوة. ولكن في حاجات في الكهرباء بمليون ونص وحاجات كويسه قوي. يعني الاي دي 4 فيها حاجات في الرينج ده، ودي طبعا ماركه برضو محترمه، في حاجات في الرينج دوت كويسة جدا. وبعدين في نقطة تاني برضو احسبيها في السيارات الكهربائية، انت حتة الصيانة دي طبعا بتوفر لك كتير قوي، صح؟ في جزء تاني غير الصيانة برضو في الجزئية دي، انت ما بتغيريش زيت مثلا. انت في العربية هي مثلا شوفي ده بياخد ميزانية لوحده بكام. كمية الزيوت اللي موجودة في العربية العادية بتاخد بكام؟ الشحنة بقى يعني، انت لو انت مثلا ميزانيتك حاطه ميزانيه 1000 جنيه في الشهر او 1500 جنيه في الشهر، الكلام ده في السيارات الكهربائيه ولا ربع الكلام ده، اقل من الربع. فكل ده على اللونج تيرم يعني، هتبص تلاقي حضرتك في السنه بتوفري كام، حطيه في سله كده مع سعر العربيه، تلاقي ان انت لو اشتريتي لا العربيه حتى باغلى بكتير من العربيه اللي بتعمل بالنظام الاحفوري او الحرق اللي احنا عارفينه كلنا، لا هتلاقي في فرق كبير جدا في الاستهلاك وفي الميزانيه بتاعتك. طيب هنرجع مره تاني لنقطه الشحنه ونشحن ازاي وبتاخد قد ايه والتكلفه والكلام ده كله، لكن نخرج كده نشوف عرض معلوماتي مع مشاهدينا عن تصنيع اول سياره كهربائيه مصريه.
اول سياره كهربائيه مصريه والاسعار من 95,000، فاحنا بنتكلم في اسعار تنافسيه لو هذا الكلام صحيح. يعني حضرتك شايف ازاي هذه الخطوه؟ يعني المصدر الخبر ده بنتكلم في مصادر رسميه طبعا، يعني زي ما كان تم التوضيح في اطار العرض وتم نشر الموضوع ده من قبل يعني وكالات انباء محليه ودوليه متعارف عليها. على ارض الواقع يعني خلينا نتكلم بلغه تكون منطقيه. عارفه حضرتك سعر التوك توك النهارده بكام؟ حضرتك تقول لنا. 140,000 جنيه التوك توك. ماشي، اللي هو ولا حاجه، اللي كان في يوم من الايام ب 12,000 جنيه. فحضرتك النهارده بتقولي لي ان في عربيه هتتصنع بتشيل 5 افراد كهرباء ب 95,000 جنيه؟ افلح ان صدق. ولكن احنا كلنا ما شفناش ربنا يعني، ولكن في مرئيات تؤكد ان في اله لهذا الكون. يعني على كل حال نتمنى ان الكلام ده يكون حقيقي. افلح ان صدق، لكن على ارض الواقع ازاي؟ انت عارفه حضرتك احنا مشكله السيارات الكهربائيه اللي حتى الان ايه، ان ما زالت تكلفتها عاليه. ما زالت تكلفتها عاليه. على هنا سؤال دايما الناس بتسال، ليه اسعار العربيات الكهرباء هي يعني ممكن توصل الضعف العربيه اللي احنا عارفينها العاديه اللي بتشتغل بالوقود او حتى بالغاز؟ يعني ليه الاسعار بتاعتها مرتفعه؟ لان ما زالت التكنولوجيا جديده، ما زالت يعني هقول لك الريسيفر مثلا. الريسيفر انا افتكر اول ريسيفر اشتريته في حياتي كان ب 5000 جنيه ريسيفر. كان ب 5000 جنيه كان بيجيب مثلا 12 قناه ولا حاجه. ايوه كويس؟ في الاول طبعا زمان خالص. كويس. النهارده الريسيفر بكام؟ انا اعتقد انه ما يعملش 500 جنيه مثلا. هل بس كل ما بيحصل تقدم في التكنولوجي كل ما سعر المنتج نفسه، التلفزيون نفسه اول ما طلع كان بكام، وحاجات كتيره في عشرات الامثله. ما زالت تكنولوجي السيارات الكهربائيه ما زالت عاليه، ولكن عايز اقول لك على حاجه برضو مهمه قوي، بيحصل تطوير فيها مذهل. يعني اكتر حاجتين فعلا حصلوا السنه اللي فاتت في 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 يعني في السنه اللي قبل فاتت كمان حصل تطور، والسنه اللي فاتت حصل تطور. النهارده مثلا السيارات الكهربائيه البطاريه بتمشي لغايه 1.204 مليون ميل. ده رقم مليون يعني مليون ميل. رقم كبير جدا. البطاريه النهارده بتقدر توصل ل 16 سنه. ده رقم كبير جدا. النهارده حصل زي البطاريه هي اساس العربيه طبعا. يعني لما نتكلم في العربيه خدي بقى الحته دي جميله جدا، دي اساس العربيه. طبعا خدي بقى الحته دي جميله جدا، اتطورت السنه اللي قبل اللي فاتت. النهارده البطاريه كانت كلها بلك واحد في بطن العربيه، دلوقتي البطاريه متقسمه للعديد من الاجزاء. متوصله بيونت سيستم معين، الجزء اللي بايظ تقدري تغيريه بس، فاصبح النهارده استهلاك البطاريه الى ما لا نهايه. طيب واحنا بنتكلم على برضو تكوين العربيه اللي بتشتغل بالكهرباء، ده بيقلق الناس بشكل كبير. طب انا هلاقي قطع غيار، طب انا لما احتاج حد يصلح لي المشكله اللي في العربيه هلاقي حد؟ واحنا لسه يعني السوق بيبدا يدخل فيه هذا النوع من العربيات، يمكن ده يكون سبب بيأخر شوية انتشار عربية بتشتغل بالكهرباء. ده, ده 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 سؤال مهم جدا. حتة توفر قطع الغيار وخصوصا في الوقت الحالي ده سؤال مهم جدا، لأن العربيات اللي موجودة بقى لها سنين بعض الإصدارات مش موجودة قطع غيارها. العالم كله بيواجه أزمة حقيقية. صحيح. يعني أتوقع الانتشار اللي أنا شايفه، وأتوقع العديد من التوكيلات اللي بتسعى لتواجد قطع بتواجد المنتج نفسه. احنا عندنا طبعا قانون حماية المستهلك، وعندنا عدة قوانين بتحمي المستهلك في هذا الصدد. مش هتيجي عربية وتتباع عن طريق مصادر معروفة، سواء كان كيانات كبيرة زي التوكيلات او الموزعين الكبار او مستوردين كبار، الا القانون بيكفل توفر قطع الغيار ليها. وحصل قرار في هذا الصدد ان اللي هيستورد عربية هو ملتزم بتوفير قطع غيار ليها. فلا انا يعني طمني المستهلك طبعا او المشاهد الكريم في هذه الجزئية يعني. وفعلا يعني سيارات الكهربائية هي المستقبل قولا واحدا.
بس زي ما حضرتك قلت زي الريسيفر كده في الاول او الدش كان زمان تكلفته عاليه ومش منتشر بشكل كبير، لكن مع تطور التكنولوجيا وانتشارها الموضوع بكل تاكيد هيبقى اكثر انتشارا. طيب لو هنتكلم على العربيه الكهرباء في فكره بقى الشحن، دلوقتي الناس برضو عندها ده لغز كبير، انا هشحن فين وهشحن بكام وهشحن كل قد ايه، عايزين نوضح النقطه دي برضو. ده برضو سؤال مهم جدا. طبعا في 2021 كان في توجيهات من قيادة البلاد لعمل بيئة تحتية قوية جدا لحاجتين، للسيارات الكهربية ومحطات الغاز الطبيعي. مصر تملك أكبر حقول غاز طبيعي موجودة في الشرق الأوسط، ففكرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي ده كان نص المبادرة، اللي هي الإحلال. الإحلال ونص التاني السيارات الكهربية، وده اللي خلى النهاردة ما فيش محطة وقود بيتم إنشائها من 2021 إلا ما بيكون فيها وحدات شحن للغاز الطبيعي. النهاردة هقول لحضرتك على حاجة، يعني في وصلنا من إنشاء نقاط شحن إن إحنا تحت الكباري النهاردة بقت فيها نقاط شحن كهرباء. يعني بس مش منتشر، يعني اكيد عدد مش كبير. يعني هدي لك مثال، مثلا انا ساكن في مصر الجديده، في مصر الجديده انا نازل عند البيت قدام فندق السلام، بصيت لقيت فيه نقطه شحن، بيكون الشحن وعربيتين ازاي؟ يعني بيبقى سلك بسيط من البطاريه ولا بيكون موضوع ازاي؟ موضوع بسيط جدا جدا جدا، هو ليه ثلاث محاور. النقطه الاولانيه الشحن العادي، ان حضرتك ممكن تشحني الشحن البطيء، وفي الشحن السريع، وفي الشحن المتنقل. اللي هو ازاي برضو سلك طالع من العربيه بنحطه فيه ولا ايه؟ شفتي بتشحني الموبايل ازاي؟ زي ما بتشحني الموبايل بتشحني العربيه. يعني مثلا في احد اصدقائي عنده في الجراج بتاعه حاطط واخد من الكهرباء وعامل تعديل بتاع في البيت وعامل بلج في الحيطه، هو بيخش بالعربيه في الجراج بيطلع الفيشه بيحطها بيصحى الصبح يلاقي العربيه مشحونه. يعني على مدار الليل تشحن؟ لا ماشي. في عربيات بتشحن في ساعه الا ربع شحنه كامله. طب والشحنه بتمشي لمده قد ايه؟ تختلف بقى من العربيه لعربيه. في شحنه بتمشيها 300 كيلو 400 كيلو 500 كيلو 800 كيلو على حسب قوه العربيه وعلى حسب التكنولوجي اللي موجود في العربيه، وده مرتبط طبعا بسعر العربيه. طيب برضو لازم نسال على تكلفه الشحن، وفي ظل ان احنا في فتره مثلا لما نشوف فيها ان في مثلا ازمه في الكهرباء او الكلام ده كله، ده ياثر ازاي برضو على شحن العربيه؟ شوفي أزمة الكهرباء اللي موجودة حاليا دي أزمة اعتبريها كده إيه، يعني حالة عابرة وبتروح لحالة زي فقاقيع الصابون كده، حاجة تطلع وبام خلاص. أنت من سنوات عندنا أزمة في الكهرباء، من سنوات طويلة الكهرباء بتقطع. احنا بنتكلم طبعا على أزمة عابرة. أعتقد يعني أعتقد عشان برضو نكون منصفين، يعني يعني السنة اللي فاتت كان في مشكلة في الكهرباء، اللي قبل منها اللي قبل منها اللي قبل منها اللي قبل منها، من 2014 في مشكلة في الكهرباء. اخر مره قابلتنا مشكله في الكهرباء كان 2014، من 2014 لغايه النهارده. المشكله ما تتقارنش الحقيقه في الايام الحاليه، ما تتقارنش. ده كانت مصر كلها، مصر كلها كانت في الشارع بتشتري شواحن. صح، مصر كلها. دلوقتي احنا بقى لنا اسبوع ولا 10 ايام يا جماعه، يعني موضوع عابر وهيعدي وما فيش قصه يعني، ولازم نتحمل. يعني العالم كله فيه مشكله في مصادر الطاقه. طيب نرجع مره تاني لفكره شحن العربيه، تكلفه الشحن. انا هقول لحضرتك فحته ان احنا نربط المشكله دي بالنهايه سياره كهربائيه فيبقى في مشكله، لا الموضوع مختلف تماما. دي واحده. رقم اتنين، الشحن زي ما قلت لك كل الطرق السريعه النهارده فيها محطات شحن. كل محطه حسب ازاي تسعيره الشحن؟ احنا عارفين في البنزين بيبقى في تسعيره ثابته، بدخل عارف حاسب انا هدفع كام. زي ما بتخشي، بص زي ما حضرتك بتخشي كده بالظبط البنزينه ويقول لك النهارده ده بنزين 95 بكذا وبنزين 92 بكذا، يبقى بس بتختلف شويه في الايه، في الـ في الـ في الـ في السيارات الكهرباء. انت هتشحني قد ايه، القدره قد ايه، وعايزه شحن نوعه ايه. في شحن سريع وفي شحن بطيء. ايه بقى اللي بيختلف؟ الشحن السريع حضرتك النهارده بالظبط زي شحن الموبايل. انا بديكي شحن الموبايل عشان نقرب الفكره للايه، يعني انا عندي شحن سريع للموبايل كويس، الموبايل تقريبا في اقل من 25 دقيقه بيتشحن بالكامل. وفي لو شحن بطيء ممكن تحطي عليه طول الليل الموبايل وتصحى تلاقيه 95% 80%. نفس القصه بالظبط في السيارات الكهربائيه.
الشواحن السريعة دي شواحن مكلفة، الشواحن بتجيبها محطات بأرقام كبيرة، بأرقام غالية فعلا. أكيد وده بالك. وبرضو هو كونه شاحن سريع من ماركة معينة عشان ما أثرش على الـ على الإيه على جودة نفسه على على البطاريات نفسها وعلى عمرها الافتراضي. فالشواحن السريعة هي الشواحن المكلفة. لو انت عندك شاحن في البيت وقدرتي بتعديل بسيط، وخدي بالك جميع الماركات بلا استثناء بتعمل تعديل في بطاريه في الكهرباء بتاعت البيت كويس، خلاص انت تقدري تشحني من البيت بمنتهى السهوله، تقدري تعملي ده. يعني انت برضو مش مرتبطه بالمحطات، يعني مش لازم انت تشحني في محطات معينه بعينها، لكن ممكن من البيت، لكن ممكن تشحني من البيت بمنتهى السهوله جدا في حته الشحن دي. ولكن هو زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، المرء يهاب ما يجهله. احنا لسه كل الكلام ده احنا محتاجين نشر الثقافه دي من فضلكم ومن المكان الجميل ده. بقول تاني وتالت ورابع، اسمحوا بدخول السيارات الكهرباء 3 سنين سابقه عشان الناس تقدر تشتريها. انت ممكن ما تشتريهاش ب $100,000، ممكن تشتريها ب $20,000. بره الحاجات دي بتنزل بصوره لا تتخيليها. فالنهارده لما تحصلي على سياره كهربائيه بسعر مناسب، انت هتشتريها وانا هشتريها وغيري هشتريها، مساحه المعروض هيزيد. وعلى فكره الوقت الحالي هو الوقت الانسب لذلك لشراء العربيه الكهرباء. طبعا ليه؟ النهارده التصنيع على مستوى العالم في مشاكل، وفي سيارات كهربائيه بره موديلات 3 سنين فاتت العربيات دي سعرها بينزل 40 و50 و60%. دول دخلوا مصر؟ الموديلات دي دخلت مصر؟ ممنوع تخش. ده اللي بقوله لحضرتك. الموديلات اللي بتدخل طيب؟ ثلاثة موديل السنة بس. موديل السنة. وده قرار خطير جدا. اسمحوا بدخول السيارات 3 سنين للسيارات الكهربائية، إن كنتوا عايزين الناس تتعلم يعني سيارات كهربائية، إن كنتوا عايزين تنشروا هذه الثقافة لأن في صالح البلد. هقول لك على حاجة، إحنا بنستنزف كام مليار دولار في شراء بنزين وسولار؟ مئات المليارات. لو انت النهارده سمحت بالسيارات الكهربائيه ايه اللي هيحصل؟ ما احنا هنتكلم برضو في غاز بيشغل محطات الكهرباء، واحنا ملوك الحته دي معينة. طب واحنا ملوك الحته دي. مصر بتملك، انا مش قلت لحضرتك مصر بتملك صحيح اكبر حقول للغاز؟ احنا بنصدر غاز. فاحنا خلينا في الحته بتاعتنا، خلينا نوفر العمله الصعبه دي للسلع الاستراتيجيه، خلينا بدل ما نجيب بيها بنزين ونجيب بيها سولار من بره كويس، خلينا نجيب بيها زيت وسكر والحاجات اللي هي الاساسيه. واحنا عندنا حقول ضخمه طيب جدا، كل شويه في اكتشاف اكتشاف واكتشافات ضخمه جدا. بخلينا يعني عارفه اعاده ترتيب البيت في مصادر الطاقه ده مهم جدا. مهم جدا لصالح المواطن وصالح موارد الدوله. اذا حضرتك بتشوف ان العربيات الكهرباء هي المستقبل طبعاً، ومش البعيد كمان، المستقبل القريب او الحالي، وان محتاجين تسهيلات مختلفه من الدوله علشان نعزز اكتر من اسمحوا بدخول المستعمل 3 سنين. تفعيل القرار السابق مش حاجه احنا لن نبتكرش، تفعيل القرار السابق دخل العربيات الهايبريد، اسمح بالتكنولوجيا الهايبريد دي تكنولوجيا عظيمه. العربيه بتشتغل بالبنزين وصغار يحولها انها تشتغل بالكهرباء، وهي شغاله بالبنزين بتشحن البطاريه بتاعت الكهرباء. أيوه. بتوفر جدا جدا في البنزين لصالح المستهلك ولصالح الدوله. اسمح بالسيارات الكهرباء، اسمح بالسيارات الايكو بوست. ما بسمحش بيها ليه؟ الكلام ده موجود في العالم كله، من حق المستهلك المصري انه يستمتع بهذه التكنولوجيا. جايز مع انتاج اول عربيه مصريه. نرجع للنقطه دي، نشوف تسهيلات اكتر للعربيات الكهرباء. بشكرك شكرا جزيلا المستشار اسامه ابو المجد رئيس رابطه تجار السيارات، شرفتنا يا فندم. شكرا. مشاهدينا كمان الشكر موصول لحضراتكم لمتابعتكم لينا لحلقه النهارده، وبكره لقائنا بيتجدد الساعه 9 مساء. تصبحوا على الف خير.